مساكم الله بالخير ومساكم الله بالنور والسرور. اليوم موضوعنا قد يكون مختلف شوي. موضوعنا اليوم عن اللاتهذيب. ماذا يعني اللاتهذيب؟ اللاتهذيب هو عدم الاحترام والفظاظة لما يكون الإنسان ما يحترم الآخرين. كيف يكون هذا الإنسان اللي ما يحترم الآخرين وهذا الإنسان الحقيقة يعني يشمل العديد من السلوكيات، بدءا من الاستهزاء بالآخرين ومضايقتهم بطرق مؤلمة عديدة جدا. كيف إحنا يعني نقبل على أنفسنا نكون لا مهذبين؟ يفترض منا نكون مهذبين علشان نكون أكثر حبا وأكثر إنتاجية. وش النتيجة اللي تنعكس على هؤلاء أو الناس اللي محيطين باللاتهذيب؟ طبعا في انخفاض حماس الناس للعمل. لما يلاقوا عدم احترام من الآخرين يقل الحماس، يقل بشكل كبير، ثم ينخفض 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 إلى أن ينتهي هذا الحماس، وبعدها يكون في الباي باي. وماذا، خليني أقول، ماذا لو كنت أنت من يتعرض للاتهذيب؟ هل تقبل على نفسك؟ ما أظن أحد يقبل على نفسه أنه يكون في اللاتهذيب. خلينا نقول اللاتهذيب هو جرثومة تنخر في المجتمع. أما المهذبون ديلين لا، عالمهم عالم جميل، عالم جميل جدا. ينظر إليهم كقادة، قادة وأكثر من قادة، يؤدون عملهم بشكل أكثر احترافية وأكثر مهنية. الحقيقة المؤدبين أو المهذبون هذين وش يفيدوا في هالمجتمع؟ لم يفيد التهذيب إلا أكثر حبا وأكثر جمالا، لأن الناس يعتبرون هذا الإنسان المهذب، يعتبرون شخص هام وذو سلطة، وهو يجمع بين صفات حميدة جدا. هذه الصفات هي أنه لطيف، كفؤ، كذلك ودود وذكي. وكيف ترفع من معنويات الناس إذا ما كنت أنت قادر على رفع معنوياتهم؟ أكيد يعني من خلال هؤلاء الناس تستطيع أن ترفع معنوياتهم بشكل كبير جدا. خلينا نتكلم بشكل بسيط وبشكل عفوي شوية. كيف نرفع من معنويات الناس ونمنحهم الإحساس بالاحترام؟ توجيه الشكر. بكل بساطة نوجه لهم شكر على كل عمل يقوموا فيه، والإشادة بالفضل والإنصات لطرح أسئلتهم. لما يكون عندهم أسئلة خلينا نسمعهم. وهم عادة ما يكونوا هالناس ديلين يطرحوا أسئلتهم بلطف، وكذلك تلاقيهم دائما مبتسمين. الابتسامة ترى والله صدقة يا ناس، صدقة. الابتسامة في وجه المؤمن صدقة. والتعرف على الآخرين، دائما يكتسب هذا الإنسان المهذب يكتسب صفات جميلة جدا. كيف إحنا نعزز من هؤلاء الناس ليكونوا أناس منتجين في مجتمعاتهم؟ إذن علينا أن نكون أكثر تهذيبا ليكون مجتمعنا أكثر حبا وأكثر إنتاجية. تصبح أكثر إنتاجية وأكثر إبداعا وتكاتفا هذه هي المجتمعات المهذبة التي تتسع قلوبها لتصبح سعيدة بين الناس، أكثر سعادة وأكثر صحة. كل منا قادر على أن يكون مهذبا ولبقا، ويمكنه أيضا فعل ما يشبع من حوله في العمل، في المنزل، في المجتمع، في المدرسة، حتى على الانترنت.
بإمكاننا أن احنا نشجع الآخرين، ولما نشوف إنسان عامل عمل جيد نوقف معاه ونقول له أحسنت، الله يعطيك الصحة والعافية، الله يقويك، ندفعه إلى الأمام، ندفعه لأجل أن يكون إنسان منتج في المجتمع. كثير منا يستبخل على أن يقول كلمة طيبة في حق إنسان، رغم أنه يتمنى يكون مثله، ويتمنى لما يكون مثله ينتظر أحد يقول له أحسنت، قواك الله، الله يعطيك العافية. ترى والله الكلمة الطيبة تزيد من إنتاجية المجتمعات، تخلي المجتمعات أكثر إنتاجية. كثير من الناس شفناهم في وقت من الأوقات وانطفوا، بمعنى أصح اختفوا من الحراك الاجتماعي، الثقافي، الاجتماعي، العمل التطوعي. ليش اختفوا هؤلاء الناس؟ اختفوا لأن ما وجدوا من يصفق لهم، ما وجدوا من يدعمهم، دعم مو بس بالمال، الدعم بالكلمة الطيبة. في ناس كثيرين يسعوا وراء الدعم المادي، ويعتقدوا أن الدعم أول ما يدور دعم مادي. يا أخي والله العظيم الدعم المعنوي أقوى بكثير جدا من الدعم المادي. أنا مؤمن أن المال هو محرك كل شيء في الحياة، لكن بعض الأحيان الكلمة الطيبة هي اللي تمنحنا قدرة وصبر وقدرة على التواصل. إذن وش ينقصنا أن احنا نقول للإنسان أحسنت إذا أحسن؟ وش ينقصنا إذا دعمنا إنسان بكلمة طيبة؟ أنت من أي جهة ودك تكون؟ أو من أي فئة ودك تكون؟ المهذبون أو اللا مهذبون؟ أظن أن الرسالة وصلت. كونوا جميعا من الناس المهذبون، لأنهم أكثر إنتاجية وأكثر حب وأكثر ابتسامة وأكثر سعادة وأكثر صحة. تحياتي لكم.